يا الله، السلام عليكم. علم الأرقام والحروف اليوم يا حرف القاف، أريد أحصنك وأريد أشيلك حجاب تكون أنت بعين الله سبحانه وتعالى، حجاب يحميك من كل هاي الأمور، السحر والشعوذة والنفس والعين والحسد، حجاب يجعل بركة بحياتك، يجعل بركة برزقك، يجعل بركة ببيتك، حجاب يحميك من كل الأمور أنت محتاجة. حرف القاف أنت محتاجه، نساء رجال صغار كبار كل الأعمار، تجيب ورقة سادة وقلم زعفران، متوضي باتجاه القبلة، تكتب بسم الله الرحمن الرحيم يا الله 7 مرات، حرف القاف اللي هو مالتك تكتبه 21 مرة، بعدين تكتب يا علي مدد يا مهدي مدد، مع ذكر اسمك واسم أمك واسم أبوك وعمرك. تطبق هذا الحجاب وضربة يب شفاف وتحمله على شكل حجاب، ونقطة أساسية تخليها بحياتك الصلوات يومية 1000 إلى روح سيرة الزهرة، يعني اللهم صل على محمد وآل محمد، فرد السبحة 10 مرات تهديها إلى بنت رسول الله، راح تكون بعين الله إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.